وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول ارضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هيكون كيك الكوسه والقرع، وتاني حاجه هنعملها هتكون حلوى البيكون. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقتنا النهارده اللي هي كيك الكوسه والقرع. ومقادير الكيك هتكون 4 بيضات، 1 كوب زيت، 2 كوب سكر بني، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 2 كوب كوسه مبشوره مصفاه، 1 كوب قرع بيوريه، 3 كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة جنزبيل، 2 معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة جوزة الطيب. وعندنا فروستينج التشيز، الكريم تشيز، هيكون عبارة عن 5 أكواب سكر بودرة، و1 علبة كريم تشيز، و4 معالق كبيرة لبن، لو احتاجنا ان احنا نخفف الفروستينج شوية. هنبتدي بالكيك، هنحط السكر البني والزيت وهنضربهم مع بعض، وبعد كده هنزود البيض واحدة واحدة. ممكن نحط الفانيليا مع البيض، وطبعا هنحط المقادير الجافة كلها مع الدقيق ونقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي. وبعد كده هنضيف الكوسة والقرع لخليط الكيك. نبتدي نضرب الزيت والسكر. هنتأكد ان كل حاجة اختلطت مع بعض كويس، مفيش حاجة لازقة، وفعلا هي اختلطت مع بعض كويس. ودلوقتي هنضيف الدقيق مع بقية المواد الجافة كلها ونقلبهم بالراحة. ولما يبتدوا يختلطوا مع بعض هنضيف لهم القرع اللي هو بمثابة السائل بتاعنا، واخر حاجة هنضيفها هتكون الكوسة. اوكي، كده خليط الكيك
الكوسة والقرع جاهز. هنجيب الصواني وهنقسمه على صينيتين، هندخله الفرن على 160 وهتقعد في الفرن حوالي 30 دقيقة. دلوقتي نعمل الفروستينج، هنجيب الكريم تشيز وهنضربها شوية لحد ما تبقى قطرة، وبعدين نبتدي نزود السكر البودرة. ونشوف لو هتحتاج لبن علشان تطرى شوية ولا هتحتاج سكر بودرة زيادة. شكلها هتحتاج سكر بودرة زيادة، فأجيب معلقة ونحط لها شوية زيادة. ونبتدي نضرب ونشوف لو احتاجت اكتر. اوكي، متهيألي هكملهم، احط بقية السكر الموجود هنا وكده ان شاء الله تكون مظبوطة. كده كويس،
ناخد الفروستينج ونبتدي نحطه على الكيك. نحط طبقة تانية من الفروستينج فوق. ونجيبها لحد الجناب ونسيبها تنزل. هي هتتقل وتبتدي بقى تنزل لوحدها على جناب الكيك. ونرش عليها من فوق. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل الحلقة مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي حلوة البيكان. ومقادير القاعدة 2.5 كوب دقيق، نص كوب سكر، 180 جرام زبدة مبردة، وربع كوب مية مثلجة. بالنسبة للتوبينج أو حشو البيكان هيكون 180 جرام زبدة، 1.5 كوب سكر بني، نص كوب عسل، نص معلقة صغيرة ملح، 1 كوب كريمة، و2 كوب بيكان. هنبتدي بالقاعدة. هنحط المقادير كلها ما عدا المية. هنضربهم مع بعض لحد ما يبقى الملمس بتاعهم رملي، وبعد كده هنبتدي نزود المية شوية شوية. دلوقتي هنبتدي نزود المية شوية شوية. أول عجينة ما تبتدي تلم وتبقى الملمس بتاعها بالشكل ده، نجيب الصينية
وناخدها وممكن نفردها في الصينية على طول، لأن إحنا مش عايزين نطلع العجينة في الجناب، إحنا بس عايزينها تكون مفرودة في قاع الصينية بس. بس نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نفردها تكون رفيعة. ولو في زيادة نبقى نشيلها، ناخد بس كمية التكفي إن إحنا نعمل طبقة رفيعة، ونشيل الزيادة وندخل الفرن على 180، هتقعد حوالي من 10 ل 15 دقيقة. دلوقتي نعمل حشو البيكان. هناخد السكر والزبدة والعسل والملح، ونحطهم على النار لحد ما يبتدوا يغلوا ويبتدوا يطلعوا زي رغوة كده، ويبقى اللون بتاعهم بني وبيغلوا برغوة كده. لما يعملوا كده هنحط عليهم الكريمة ونفضل نخليهم على النار لحد ما يوصلوا لدرجة حرارة 120 درجة مئوية. نقلب علشان نتأكد ان السكر داب. وطبعا احنا حاطين عسل، او بمعنى اصح نوع من انواع السكر مش خرز، السكر السائل، وده بيحافظ على ان السكر اللي احنا بنغليه على النار ده ما يتحولش الى خرز مرة تانية وما يسكرش مننا. فممكن نقلب واحنا مطمئنين. وطبعا وجود الزبدة كمان بيساعد ان الخليط بتاعنا ما يسكرش. فبنقلب علشان السكر والزبدة يدوبوا، ودلوقتي هنشوف ان هما هيطلعوا يبتدوا يغلوا وهيطلعوا زي رغوة، ساعتها هنضيف الكريمة. زي ما احنا شايفين دلوقتي طلعت الرغاوي اللي بنقول عليها، ونقدر دلوقتي نضيف الكريمة على خليط السكر والزبدة اللي حطيناه والعسل والملح اللي حطيناه على النار. هنضيف الكريمة، وبعد ما نضيف الكريمة محتاجين نسيبهم على النار لحد ما يوصلوا لدرجة حرارة 120 درجة مئوية.
دي لازم نعملها أو نشوفها بميزان حرارة، لأن صعب قوي إن إحنا نعرف وصلت لأي درجة بالشكل ده، لأن هتفضل تقريباً على شكلها. هو كده درجة حرارته 120. هناخد البيكانز ونحطهم فيه. وهنستنى لما كل الرغاوي اللي فيه تروح. ويبتدي يهدى شوية، بس مش عايزين نستنى لحد ما يبرد، لأن مش عايزين الخلطة تمسك قبل ما نحطها في القالب. ونجيب القالب اللي خبزنا فيه العجين، ونحط البيكانز فوق القالب. ونسيبها لحد ما تجمد. لما تبرد خالص هتجمد خالص، وبعد كده هنطلعها من القالب ونقطعها قطع بالحجم اللي احنا نحبه. بعد ما تبرد خالص وتجمد خالص ونقطعها ونقدمها مع بعض زي ما هنعمل دلوقتي. ده بيبقى شكلها بعد ما بتبرد، وبنطلعها من القالب ونقطعها. بتتقدم بالشكل ده، وإن شاء الله تكون عجبتكم، ويا رب تجربوها. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأشوفكم على خيرة الله في الحلقة الجاية إن شاء الله.